يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين؟ تجب مع الاستطاعة، مع الاستطاعة تجب، لا يجوز له يقيم بين المشركين وهو يقدر على الهجرة، عليه الوعيد إذا توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، هذه في الذين لم يهاجروا وهم يستطيعون، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.